حضرات المشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وتقبل الله صومكم وبارك يومكم. يقول الشاعر الشعبي أحمد ملاك صاحب أليف لدب الشهيرة، يقول في حرف الثاء: الثاء ثبت لثلاث اخطى يمين الثلاثة، كل من يبس بالعطش لاث لسبد له من إغاثة، ومن كلا رزق وراث رزقه يقعد وراثة، ومن عاش فيها بالأخباث منها خرج بالخباثة، ومن كان بالسر حداث عليه تبان السريقة، وقوله ومن عاش فيها بالأخباث منها خرج بالخباثة هو محل حاجتنا اليوم. ثم ناس اختاروا باش ما تقوم حياتهم كان على الخبث والمكر والخداع، وهذا منافي الروح الإسلام. الإسلام اللي حذر من الغدر والخيانة وكل أشكال التحايل والتخابث، وعصرنا هذا يكاد يكون بامتياز عصر الخبث والاحتيال. لكن قناعتنا ثابتة في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. احنا نقوله ما يربح كان صاحب النية. يحكيوا على ثلاثة أخوة ضاقت بهم الدنيا وما لقوش خدمة، قالوا نهاجروا وتفاهموا اللي يجيب ربي مع بعضهم، وشدوا الثنية على سقيهم، في النهار يمشيوا وفي الليل يكننوا تحت شجرة ويقتوا، والبر كان فيه الهوش وغيره، عاد كانوا يقسموا الليل على ثلاث بوسطات، زوز يرقدوا وواحد يقعد يعس، وعداوا مدة. ليلة من الليالي في البوسطة متاع الولد الصغير أخوته راقدين وهو قلق وحده، والليل طويل على اللي وحده، شد عود وبدأ هكا يخربش في الأرض. هو ثم قوله يقول لك: خربش الأرض تغنيك وخربش بنادم يذيك، دعوة إلى العمل. برا عاد يخربش ويغرق ويخربش ويغرق، حتى حس بشيء ضرب في العود، زاد حفر يلقى صندوق يعطينا ويعطيكم ربي من رزق الحلال مليان بالمحبوب الويس. احمد ربي على هالخير وقال: احنا متفاهمين، اللي يجيب ربي مع بعضنا وهالصندوق نقسموه بيناتنا. ناس قبل كانوا رزان ما عندهمش خفة، استنى حتى وفات بسطه وقام خوه اللي بعده: صباح الخير نهارك سعيد. قال له: شوف ايش لقيت. شنو هذا؟ قال له: هيك طلعته من الوطاء وتو نقسموه مع بعضنا. واتكى على روحه. كانك من خوه بدأ يغزر لهك الخير ويضرب فخماسه وزداسه ويلوج على حيلة يحرم بها أخوه ويحوز اللمة واللي ثمه. وفات بوسط الولد الوسطاني وفاق الولد الكبير: صباح الخير نهارك سعيد. قال له: أي ريت خوك شلقاه. قال: شنو هذا؟ قال له: أي تحبش نقسموه أنا وياك. وبداوا يدبروا كيفاش يتحايلوا على أخوهم الصغير باش ما يعطيوه شيء. وسيخوهم خانس مرقتش بالفرحة يسمع فيهم. طلع النهار قاموا الثلاثة، هي قالوا: هذا رزق بعثه لنا ربي نقسموه بيناتنا. وقاموا هيك الصندوق وبدأوا ماشيين برا ماشيين برا ماشيين حتى دخلوا البلاد. كروا غرفة في فندق وقالوا: نأمنوا هالصندوق عند مولى الفندق. عطوا صندوق قالوا له: هالصندوق هذا ما تعطيهولنا كان كيف نجيوك احنا الثلاثة مع بعضنا، ما يعاد النية تخوصت بيناتهم. ومنها قالوا: أي برا نمشيوا للحمام، والحمام كان مقابل للفندق. دخلوا للحمام كل واحد عمل طياب، تلحفوا بالمشاكر وجاءوا يلبسوا في دبشهم. يلقاوهم هكا الدبش هذاك ما فيه ما يتشاف بالوسخ. قال أخوهم الصغير: برا أنت الخفيف فينا، أخطف روحك للفندق وجيب لنا كل واحد تبديله نظيفة من الغرفة. مشى الولد الصغير قال: هذه فرصتي، هما حبوا يغدروا بيا نغدر بيهم. مشى مقابل المولى الفندق قال: اعطيني الصندوق. قالوا: لا يا ولدي كان متجيو الثلاثة. لحلح بيه لحلح بيه ومنها رجع لهم من غير دبش. قال لهم: ما حبش يعطيني مفتاح الغرفة. قال: كان متجيوني انتم الثلاثة. قال: ما لك كيفاش نعملوا؟ قال لهم: توا نرجع له وانتم طلوا من الشباك وقولوا له اعطيهوله. رجع الولد الصغير المولى الفندق قال له: هم يعيطوا لك من الشباك. غزر مولى الفندق للشباك، خرجوا هكا زوز روس زوز اولاد روسهم وعيطوا له اعطيهوله.
هما قصدهم المفتاح لكن هو طلبه في الصندوق. سيمو للفندق على نيته عطاه الصندق وقال في الحمايس الدار. وهكذا الزوج أخوة استناه واستناه ومنها رجعوا دبشهم اللي كان عليهم وخرجوا مشاوا المولى الفندق. قالوا له وين أخونا اللي بعثناه ياخذ من عندك المفتاح باش يجيب لنا الدبش؟ قال لهم ما قاليش على المفتاح، قال لي على الصندوق وانتم ما كان عيطوا لي قلتوا لي اعطيه له. كب شوف خناقه. قالوا له توا تمشي معنا للقاضي. وقفوا قدام القاضي حكوا له الحكايه. قالوا يا ولدي وانت كيف ما تقدرش تحفظ الامانه ليش واخذها؟ ما عليك كان تعطيهم ضمد الصندوق. قالوا يا سيدي ما عنديش. قالوا يتباع الفندق وتخلص الناس. ومقابله خرج البراح يدلل على الفندق. ومول الفندق حط يده على خده وقعد يرجع في رحمة ربي. أو متعدي رجل كبير. قال له شبيك يا ودي تخمم؟ قال له يا بابا راهي السيرة على ما فيها وعلى ما فيها وراني مشيت بنيتي وهو راسي مشي يتعرق. حك له هكا الرجل الكبير. قال له ما تخافش يا ولدي، ما دامك انت مشيت بنيتك ربي ما يخليش بيك. انتوما ماكم متفقين باش ما تعطيهم الصندوق كان كيف يحضر الثلاثة؟ قوم تو امشي للقاضي وقل له يا سيدي راهو الصندوق عندي، ابقى ما نعطيه لهم كان ما يحضر الثلاثة كما هو متفقين. مولى الفندق بحال كان في بير وطلع ونادى طول بالقاضي. وقف قدام القاضي قال له يا سيدي راهو الصندوق موجود عندي، ابقى احنا متفقين ما نعطيه لهم كان ما يحضر الثلاثة، واذا جيوا الثلاثة كان نعطيه لهم. القاضي في ساعة بعث للبراح وقف الدلالة وبعث للزوج أخوة وقال لهم انتم مش متفقين ما يعطيهولكم كان ما تحضروا الثلاثة. قالوا له صحيح. قال لهم وين ثالثكم؟ جيبوه والصندوق موجود. وما قدروا كان لواو بروسهم وخرجوا. ومولى الحمام خرج يحمد في ربي، يلقى الرجل الكبير يتدبر عليه شنو الحال. قال له بر الله يرحم من ظناك. رد عليه وقال له مش يقولوا امشي بالنية إذا ما ربحت تخرج على سلامة. وعلى أملي أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.